عليكم ايتما ديال استماح القناه النون جيمر تمازيغ القناه الالعاب ستاش الحيت. مرحبا بكم، ما درتو ما تكملوا الاشتراك حتى التدريب تاع حمري ثاني نحوز الدار الفيديو باش ناخذ الشجره مشوله يمي قدام. المهم خاصه انا سوال في هذا النوع الالعاب اسمها ار بي جي او ايمي مو ار بي جي. النوع هذا الالعاب ماني كيكا، النوع هذا الالعاب كيكا غير كاف لعبات اسيدي. هذه انت ليا العالم قور، العالم مقرن يعني تفتحوا قوس اللعبة. تاني حاجة أو أهم حاجة في لعبة الار بي جي أنك كيردك تلي الحرية أنك قوس اللعبة، يعني قوس اللعبة الزرفة تسكت في النادريت أتفتت في النادريت تعجبك تسكت كل المهمة هو هذاك يعجب تفتت أتدور تحكر مانيح وقوس اللعبة يعني زندوق اللعب نسميته زندوق أنا لعب جي تي أ ونسنا لعب من جي تي ا اللي انتثر هنا درت ديك السفارات في الدرت في الطومبيل في الدور تندينت كتكون انك عجبك. اذا لعبنا نا ار بي جي تلازم دقيقة وكان ما تعرف انت بزاف لعب نا ار بي جي تعرف انت المهمات عرفت انت المهمات المهمتان. اول حاجة بعدا كي قبل تعدل الشخصية تعدلت التخصص ما زورت سكرت التخصص نكرتي تعدلت ديما احلى العاب من ام ام ار بي جي ارت اخترت يا يعني التخصص زعما جيتني ارتكات مثلا زد يا يعني اما المحارب يا يعني اما ارتكات ساحر يا يعني اما ارتكات نينجا ومس اللعبة. المهم ارت اخترت يعني التخصص باش لو كنت لعبت جيتني ارتي عرفت التخصص انك جيتني تغير ذكرى المدرسة ولا المهم يعني ترينيت مثلا هاد الدراب بدات تعلمت المهارات الجديدة تعلمت المهارات على حسب التخصص اللي اخترت. اخترت المحارب درت تعلمت المهارات المحارب، اخترت الساحر درت تعلمت المهارات الساحر وهكذا. الا قست يا نارستين الهيلر زعما هو اللي يسجن بنادم زود ضبيب اتقاد زود ضبيب مثلا يغدا الغارديان قيس ارت اخترت تخصص الغارديان تنتم اذا زود المحارب. المهم زوار تختار التخصص انك فاد تعدلت الشخصية. تاني حاجة زوار تعدلت الشخصية انك مانك شخصيا يعني كي ارتدلت جيونك يا ارتدلت يا مرسوم ارت تعدلت رستي قتل تكتس الشعار تكتس الطولات يعني تكتس كل شيء. المهم تتعدلت رواسك المهم ونادريت وكان شكون تلعب وكان الرسوم اللي تتلعب تيمت يجازو ارتيست في التوتكي اللي تحركت اركي تمثل كيح وقنس اللعبة. اشكو لعبة من ار بي جي اشكو لا الار بي جي ده اللي كان وحدت بلا الانترنت لا ار بي جي ده اخت اللي كان ام ام او ار بي جي تقاتل خاص في الانترنت كا ار بي جي الانترنت يعني الحرية يعني في الانترنت وكان الانترنت تدليف لاز زايد ما تقا يعني تزارت تلعب تيم توكن وغنس اللعبة غانا فاستنين ايميمو ار بي جي يعني الالعاب يعني يت اللعبة مع ار بي جي اللي حتى تلعب تيم توكن. المهم ارتزريت يعني ارتريت غير العالم مقارن ذلك المهمات ارتزريت وكان العمل مقارن الزادة كي سكرتينا اللي دريت فتسينا دريت فوسو بحار فتو فتوس طلع غالي سكرين جبولي اخلا اهل اللعبة ولا زاد الدور الحكرام ماني وتي نادريت. المهم ما نادريت هادي سكاد حكم اللعبة ماشي داغ كلشي. المهم على حسب اللعبة اللي راه تلعبت كل اللعبة راك تكا بزاف من التفاصيل اللي مراك كيسكرت حتى داك اللي لعبنا ار بي جي. المهم ريستين لي ميسيون المهمات راه تزريت المهمات ركزتين نكرا المهمات كان رئيسية يعني اختي اللي قال المهمات اللي قال المهم حل اللعبة اللي نتكرا المهمات يا ضيم الزانين لازم هاد فتو دغيا دغيا كنت اللعبة ما قالت راه فقرني إنا غنيت وفقر أنا إيوا غمي إذا ربي كرا هو مان خاصها سني تا قمت حل اللعبة أنا سني دوكا نتا قمت راك تخلص راك تخلص هاد الحوايج راك تخلص الفلوس راك تخلص الخبرة وما تقال الخبرة هاد الخبرة هاد راك تستقي على مستوى شكون حلات بديت حل اللعبة على حسب إلا الماركة الأر بي جي ركيس نتساقت الحيوانات يعني الحيوانات الوحوش ارتدت يعني بخوش القرن دغان ارتدت دغان هومس اللعبة. المهم وكان غير كانت تقا لعبة بي جي وكان كذلك ماشي رسات تساق الحوايج الاسلحة وصافي لان درك تال المهارات هادو كانت تساقليت حل المستوى كل مستوى تغليت ارتعلمتي المهارات الجديد ما تقانت المهارات هاد يعني
عرفت زود حنيت غير درت ترينيت عرفت ترينيت عرفت تعلمت كرا المهارات اللي تتمخت مثلا كرا يعني زود السلاح دي ستفوغ الضو يعني عرفت كت بنادم سكران الضو ونغد عرفت بنادم سلاح فيت نغد كانت كانت المهارات اللي تعلمت كلها دو كانت غلطت في مستوى كلها مستوى تغلطت ست تعلمت المهارات الجديدة هل كنت لكمت مثلا المستوى الاخر المستوى 50 مثلا ولا على حسب اللعبة من المستوى اللي زيد الاخر اقول انا درت تلنت المهارات جهدنين يعني ارتكيت الطب يعني صافي وكان الالعابات ان ار بي جي اختي كانت الالعاب ان ار بي جي تلنت يعني تلنت الماركه اثنين تختلف اسمها اي مي مو ار بي جي ما تقى اي مي مو ار بي جي زعما تقى يعني الالعاب من ار بي جي اونلاين يعني سلا انترنت علاش يعني زعما سكر ار بي جي سلا انترنت باش تصدرت تلعب تكيدي من التوكل نك هو بنس اللعبة سمانيك زعما يعني مثلا كي الا داري البي سي متاكلين ولا انت درت البي سي ولا سيني متوكلين ولا ربعة دي متوكلين ودرت البي سيات يعني راه داكشي مال كيس اللعبة راه داكشي من ولا نتنيس اللعبة حل البي سي كون تاني كش مستاس اللعبة حل البي سي راه نقولو نمكر حوكنس اللعبة راه دوكا نقولو نمكر حوكنس اللعبة تيرا نتمون اللعب نفجيج يعني راه نفتوسي نرا نسكركيسي نرا اركلو غالي اركلو نسقلي اركلو نتدرب حوكنس اللعبة اركلو نتسدلو حوج الحيوانات حوكنس اللعبة اركلو نفتو نزري المهمات حوكنس اللعبة وكذلك يعني كل يعني غير كذا تقال العاب حتى وليد دتماخت حل ام ام او ار بي جي وليد دتماخت تقال اللاعبين الصح ماشي اللاعبين يعني ماشي غير الوحوش زون اللعبة اللي كان غير ار بي جي بلا الانترنت حتى اللي كانت الانترنت هذا تلعب حتى اللاعبين الصح يعني مي الدنيا ضمن ليك شمس اللعبان هذه نتما هذه نتما غير غير هذه نتماخت ني غدا ديزن يعني ني غدا ديزن تموت غنسكرت الصداقة غنسكرت من الدوكال غادي كان اكون باهر المهم حلا العاب انا كنجلس سكرت من الدوكال كنجلس تعرفت سميتني ضمين يقدر نجلس في المغاربة يقدر نجلس في ايروميين بزاف ايروميين حتى في الخير تلعب نتغان المهم ده حتى اهم حاجة ضمين هي نجلس تعلمت اللغة نجلس تعلمت اللغة بزاف زيادة السرعة خيالية علاش شكو قيس بزاف المناطق اللي حد تمونان ارقس تمونان اللاعبين اللي كل تلعب اللعبين ارساوان نقرات سنغد عاركيني تخفي تتمغت اتمغت كرا الوحش انقس تفاك اللاعبين يضمن حتى اتنين مغن الوحش نطمغين ايوا غي كدر ديس نتساوال تيم مصلو اوديو زون دا البرنامج ديسكور دي اما ديس انت يا اما ديس نتساوال غير الشط اشكو الا الشط حكمت اللعبة يعني كي غير ديم توكل انك اختك شم حكمت اللعبة يعني غير تنات غير ماني كسر نسوال ولا ماني كسر نتفهم حكمت اللعبة لا الا ديس الشط حكمت اللعبة يعني الا لعبة الام ام او ار بي جي ديس الشط حكمت اللعبة يعني زود الفيسبوك يعني هو كنس اللعبة زود الفيسبوك عرفت هادي نتساوال الشط يلا هاد صغير يلا هاد اش كتصغير مولا ديتي يلا نفتو صغير يلا عم غواد يلا نجي غواد يلا هنتحامى في غواد يعني غير كذا تقال العاب ام ام او ار بي جي يعني الكل يعني التمولات كيدي من التوكال انك تسكر مغني من التوكال يا ضنايت في الجيج من تفتو مسين درهم يعني كلشي غادي الا حل العاب ام ام او ار بي جي وكان العاب ام ام او ار بي جي تعرف بزاف الحوايج اللي هما زون داك اللي سنا المهمات اللي زريت اجلستين المهمات المهمات الرئيسيه اللي قال المهم حل اللعبه اجلستين المهمات الثانويه اللي كان غير مهمات مزينين عرفت انت زريت اكيد انت كان كلشي المهمات هذاك زايد مثل المستوى باش المستوى الشخصيه باش تقصح باش غنيت تقليت حي المستوى عرفت تقصح حتى لو كنا نقاط الوحوش مثلا عرفت زايد حي المستوى انا غادي نغير تكرا اللاعبين عرفت زيدت حي المستوى مش عارف كيفاش تزيد في المستوى عرفت تعلمت المهارات عرفت تدربت عرفت بارد شقوت عرفت بارد تصاوبت الحوايج الجديد تصاوبت الاسلحه الجديد وهكذا ده كليسة لنا تحلو ولا زود تعلمت وهكذا ايضا الوحوش اللي تصاوبت الوحوش ما تسدو مثلا زون ديسان تسدو ميسان كي يدي مدوكانك حوكونس اللعبة تسدو الوحوش على حسب اللعبة المميزات اللي لنا نحكو ولا لعبة شكو كل لعبة أرقستيني كرا المميزات ولا ندخل لعبة يعني يومي
ايوه، وكان لانك حتى من بعض الالعاب لازم تحط الطياره، التيللت مثلا، التيللت في الاجنحه اللي تستخدم بالزر مثلا، رنت لسه تردي التيللت، نقدر التيللت كره الماركه، كره الحشد، تردي تسودو، تردي التيللت. وكنت اللعبه كاين في الدكان في الجيج، نقدر تسودو ميلال، نقدر تسودو من الحيوانات اللي مقرنين اللي التيلال مين عرفتي تطور حكومة اللعبة. وكذا اشكون اللعبة تكازون ديال العالم، زون ديال العالم الصح، اريد ديال العالم قارن يعني، واخا يجي تفتو دارك يحضر ميتا ولات لكم تماني غان على شي، اريد تلقى ارقص ديال الميزان باش زعما تمون دي بدوكاني كاسكن باستكشافات، عرفت نقام الوحش كرماني كرا البلاص، نغدا تفتو مدي كيم دروانان ولا المهم كلشي ما تريت هادي سكات حكومة اللعبة كليس علينا. و أرقصت لي بعض لأن تكرر اللعبة، أرقصت لي الزراعة، أرسكرت الزراعة، عرفت بنوتي جمينك، يعني بنوتي جمينك حق نص اللعبة، تعلمت غينا يعني سكرت غينا الفلاحة حق نص اللعبة، غير اللي ديت كيست غان الفلاحة أنا تريد الزنزات، أشوف حتى التجارة حق نص اللعبة، ما اللي كتقدر التجارة يعني زعما ماسكة نفعك هي التجارة حق نص اللعبة. يلا مثلا التجارة مثلا لو قلنا تسمون لو قلنا ذلك إلا ما دت يعني لو قلنا ذلك تسمون ذكرى الحوايج اللي كان ما ينزان، عرفت نتزنزات أول حاجة، عرفت نتوت الفلوس اللي تتساقط لأسلحة الحوايج دغيان، تاني حاجة عرفت نتساقط بعض الحوايج اللي كان مهمين زون، مثلا كرا اللي مادة اللي صارت تسقسحو السلاح هناك الباهري، قسحو راس زيت الجد، السلاح هناك زيت الحماية، الحوايج ولا الدرع، الدرع عندك الدرع يجازد ويلي السلاح ويلي ران الحرب، ويلي الحديد يقدر تقين، ويلي الحديد يقدر تقين على حسب حكومة اللعبة، غير كل غادر يسكت حكومة اللعبة يعني، لا غير التجارة انت تاني البيع وشراء حكومة اللعبة، كي اللاعبين يضمن مصلحتني حكومة اللعبة، ولا كي ولا البلايص التجارة حكومة اللعبة اللي كان عاديين مثلا في التوتر، اريد تستخدم نادريد، اريد تيلي كراز زود السوق حكومة اللعبة، اريد تستخدم نادريد اللي غدريت تبادلت كي ذكراني انا، هو كي ذكران اللاعب نصحت عرفتي تودي في سلاح فلاني ولا داك خلص كدا في الفلوس وهكذا. اذا التجارة انت تلاقي غير كلي سنا الشاط، تلاقي الشاط باش تساولت، تساولت الشاط، تساولت سميتو كلنك غاد ده تاني حاجة، حتى اخترت كاع يات الحاجة تقال مهمة لا وهي الحاجة اللي اسمها الجلد، الجلدات يعني العشيرة يعني زي خنيت، زي خنيت ديال الجروب، يطلع عصابات تكرم العصابات حكومة اللعبة، أي لعبة أنا ام ام او ار بي جي ارجستين العصابات، ارتجام ولا ارتجام العصابات، كل العصابات طف السمية، وكان كي هادو كان تقدمت شوية حي المستوى، لو قلت لك انت توزنت حي المستوى ولا 10 ولا لو قلت لك اللي عجبني. ارتسكر ارتسافيت ارتختار ارتكشن تشات البلاص تيراجيس جيلد يعني زود هنا تا لايصابة ارتكشن، من بعد راك طريات اللائحة مقار نقيس كلشي العصابات اللي لا يحبون في اللعبة، ارتختار كيما العصابة تريد اسيستكشن ارتستدات ارتسافيت طلب الصداقة زون في الفيسبوك، ارتنتيني ارتسافيت الطلب وغون في اللعبة. وكذا كناك قبل ناتي ارتزين تريد الفرقة الناس في تنا في اسيست في تويتر داك ناني الله كي المستوى كي غي ضعاف تراك تقصحون راك تعاون راك تدرب راك كنا تقصحيت، وهكذا رديت نتمونات، رديت نتمونات اختري رديت نتمونات ماشي بزز يعني ماشي رديت اختري رديت نتمونات في تويتر يعني تسكتينا كيعجبني كي ولا انا تريد عرفت سوال مغيم كي العصابات غي كاد المهم، وكان حتى اختزلت تعاون حلوها تسول رديت نتسول شكون بزاف رديت نتين الاجانب الاختلاف كان اللعبه اللي انا اجنبيه تكاتي رومين ترقيت سوات بزاف دي رومين دغيا تعلمت اللغه كلشي تقريبا الالعاب اكزنتي اللغه الفرنسيه الانجليزيه الالمانيه اسبانيا يعني الصبريونيه وشي تعلمت غير يعني بسرعه، كذلك لذلك حقنت اللعبه هاد الحاجه تسمى لائحه الاصدقاء يعني زوج كان الفيسبوك حقنت اللعبه هاد وخارج استفدت دغيا حتى انت دقت لائحة الأصدقاء يعني غير ربيت ما كانت كران لعيب غير تعرف الديس غير تقام الدكان تصدر تشكن ترك لائحة الأصدقاء، لائحة الأصدقاء يعني حت سميتو أكو دان لقنا تكشن لقنا ترزمت اللعبة ترزمت لائحة الأصدقاء راك تبان
والدريان اللي داي اللي داي اللي تساوي المرة اللي يسير زون او تسير قلنا يساوي انت استنفن ميقال حد بلاصة ثانية هو من سلابة يعني انا ديس يعني تمكير فيش كم دا جمعة مداحت مون دا هو من سلابة وكان حتى الا بيست البلوك هذا البلوك يتكراني انا حب نس اللعبة نيت اركي برز كراني انا غين حب نس يعني ديما حب نس اللعبة يحكي برز كراني انا يعني وصلت ريت اطلب الزرات ولا غير وعطي حتى حب نس اللعبة الا بيست البلوك قلت البلوك كاين ولا تسلو حتى ولا والو تلا حتى حب نس اللعبة الحقيبة اعطي رستيني الباق سلون بلي عرفتي انت فتح ومثل الالعاب ارجستي لي كلشي يعني الحوايج ارجستي السلاح اللي كان ارجستي لي الحوايج اللي كان ارجستي لي اي حاجه تربحت ست مثلا ارجستي لي يعني كلشي اي حاجه نغدا يخطر غير تكرا الوحش هذا هو ما تكرا الوحش هذا راه كيفكا بعض الجوائز ولا بعض الحوايج اللي كان ما تزنزات تردك تيلي نتح الحقيبه الا جيت حتى صندوق الرسائل اللي غيرك هذا كيف الكلام الرساله هذا كنتي في الوقت نطر ظنت اللعبة أصلي انتفت يعني إلا قيس تغير من الرسائل يعني من غير الشرط قيس حتى الرسائل أيضا زوج مثلا يعني إلا قيس تال البي في بي حتى البركة الألعاب التشهر الحاج دي سمات البي في بي مثل البي في بي هي لاعب ضد لاعب يعني كي أتمغت نتكران بنادم يغني نصحت هذا كان البي في بي وكان كيس بزاف الماركة تحل لعبة كل اللعبة ما الماركة تجيزي لها مثلا ما قلت غير نكرا والدري طبيعة الحال ارتيك ما قلت اش كل اللعبة دار كيس نتينين ملايين اللاعبين ارتيك تلعب يوميا طبيعة الحال فريدة ما تكراني انا درستيني دار ارستيني تا انا ارتيك تحدث اختريدة تتحدث ديس ما ارتيك قبول التحدي ثم ديس ني غدا تلاد الحاج تسمات الحالة بات يعني تغلي حتى تماغن اللاعبين اش كود بغانا زعما تقصحو تتغايا ندري تماغ تكرانيان هذا تقدر تماغ تماغ الحالة بات تلا الحالة اللي حتى تماغ رستين ارينا بي في بي ولا يعني الحالة تخاص من بي في بي رجيس تماغن سين غايا اتمت علاش ما ذوك تلا الحالة بات كي ويعني وداري ما سيسكا ويعني ويدفع سوالو عاد نفع ثم يغادي ربي ثم غادي تكرا اللعيب ولا ثم غادي تحل الحلبان غادي كان جوائز بزاف الجوائز يا اما داك فين كرا بزاف الفلوس يعني غداك فين الاسلحة اللي اللوري اللي انا وكح السوق زعما حس السوق اللعبة غداك فين يعني بزاف الجوائز ايضا تلاقي ماركة من البي في بي يعني ثم غادي تكرا اللعيب يضمن نسيت مثلا تماغ مفكرة القصر مثلا نغد تماغ مفكرة الحاج المهم لا زوج ثنية الحرب الحرب زوج ثنية الحرب يعني اللاعبين كله اللي تلعب من اللعبة ارتمونا نحيط البلاصة يعني سكر نقص الحرب من كراتسن كون يعني كراين غا كرا زون ثنية زعما زون الحرب زعما غير انا تي تعبان باش تقري اني تيرويس الواقع زوج يخدم اني تي ار تعيش تو بنس اللعبة يا العالم يضمن يا العالم يضمن اي قاغان يعني ارتفاق الحرب يعني قسيت الحرب الحرب انا نزلت قسيت نت وكان قسيت موت تاتي ماشي زعما تموت تكمل اللعبة زعما كلي مليار نمزي وهادو كانت نت صافي ارتغ نكرت حل حتما زيرتني وين وصلت وفي تبدأ توريت الحرب كنا دحي بدا الحرب الجديد المهم لقنا تموت هدرت انت زعما صافي تفوق الحرب انا غدي ربي ورت موت كانت تما في تربح من الحرب هاتي تربحت الجوائز بزاف هاي تربحت يعني تربحت زعما الفلوس من اللعبة اللي ستساق للأسلحة من اللعبة غير نسيت تسقسحو زعما شخصيا كي بزاف ثلاث الحاجات انا نستين دانجنز هي زي نيتا الزنزانات هي كرا اي فروان ولا كرا البلايص كرا البلايص عرفتي زين ديك الشمت راه زين تما غد الوحوش بزاف الوحوش ناد الوحوش مقرمين الوحوش قسحانين وكان ولا زين تفتو غير غود ولا زين ديك الشمت وحدك خاصها تيكين 5
سوف لا مثلا ولا خصك تجي ثلاثة سوف لا انا حتى المهم مرة ديسكشن وحدك ارتك جامل الفرقة قررت تكشم نص البلايص وكان غنار كي التعوان مشات تاخد سكرتي من الدوكا لا حغين يعني من غير ذلك وكان ارتمام هو انسان يعني ارتمقات بزاف الوحوش فعدت لي كنت لا الشاب نزن فعدت لي كنت الشاب نزن كودان تربعت الاداء كونا كله غامغ وين تنغم الشاف هذا التربح من أكودن الجوائز ما كان ليسنا قست الخريطيان الخريطة مقارنة بزاف ارتلي حبوز اللعبة الخريطة يعني الخريطة اللعبة زويتني العالم من اللعبة ارقستي لي الجبولة قيس امان قيس اسيف قيس شلال قيس ندري تفتوتسيس قيس الغابة قيس تيميزار قيس تيميزار قيس يعني كلشي تقريبا كلشي على حسب اللعبه كل اللعبه مش كله يسلم اذا ما كانت تقول العاب من ار بي جي دا ام ام ار بي جي مش هتسلم يعني الماركات الالعاب يسلا شي يقدر بنادم ملوك يسني سلام في الماركات حل الالعاب يا يعني كذا قال الفيديو دا درت ما تسكر من الاشتراك تدري متى زبقت انا حوز دار الفيديو باش هذا الدعم يسكر باش نسكر الجديد ان شاء الله تحياتي.